ديما. أي شوفوا مين اللي إجا، والله نورت إسطنبول. لؤي بك موتتني من الرعبة، شو صار لك؟ أي بعتذر يا حياتي، هو أنا بصراحة تصرفت بحماس شوي من كتر مو مشتاق لك. وقفي خليني أشوف كيفك. دوري يا الله شو اشتقت لك، أنا اشتقت لهالجمال كله، لهضامتك وخفة دمك وحكياتك الحلوين. أي يا رفيقة الروح أنتي ورفيقتي الوحيدة. وليه نحنا ليش ما عم نتواصل؟ وليه صرنا بعيدين عن بعض كل هالقد؟ ليش نحنا كنا قراب؟ أي شفتي؟ هاي شكلي أنا أهملت علاقتنا كتير، لحتى وصلتي لدرجة إنه تمسحي علاقتنا كلها من ذاكرتك. ما عاد أتركك ولا لحظة يا روحي، اليوم بدنا نقضيه مع بعض. آسفة كتير لؤي بك، لا تؤاخذني بس عندي شغل لفوق راسي. أي ولسه عم تقولي شغل؟ حياتي انسي الشغل. حبيبتي أنا عازمك على ليت بريكفاست. انتبهي شو قلت، انا لؤي اللي عازمك وانا ما بدفع عن حدا بنوب. شو هاد ليت بريكفاست؟ انت اكيد قصدك انه وقت اللانش. اي لا ليت بريكفاست هذا نيو تريند. وليه انت ما بتعرفي شي من شي؟ لانك ما عم بترافقيني. اي وقفي لازم نتحرك انا وياكي من هون هلا، من وقف تاكسي مثلا. بس وقفي اي ما عم شوف تاكسي. اي خلينا نطلب وحده لكان. اي حياتي ليكي انا نسيت موبايلي فوق بالمكتب. ايه. معلش انا اخذ موبايلك. ايه شوي. ها هاي تاكسي. تاكسي وينه وينه وليه؟ لؤي بيك عم تروح. يلا حياتي تاكسي. وتروح شو بدك فيها؟ تروح بالناقص يعني؟ ايه شو بخيله يا حياتي، بدي احكي 20 ثانيه مو اكتر، بعدين انت صرتي محسوبه على الاغنياء من العالم، ما بيصير تبخلي. ها وقفي خلص حياتي هاتي العمى. لا اتصل. اي حياتي يلا تفضلي يا حلوه الحلوات. لؤي بيك اعطيني موبايلي. مو اعطيتك يا حطيتيه بالشنطه. يلا اركبي. ايه اي